مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا، لقاء خاص على كنار تي في صوت العرب من كندا. أنا محدثكم جمال الشريف، واليوم معكم من العاصمة الكندية أوتوا في لقاء خاص مع صبية وشاب، أخ وأخت، من أجمل ما سترون إن شاء الله. هدول عندهم مواهب، مش واحدة ولا تنتين ولا ثلاث، عد ولا تحصي ما شاء الله. شباب في الوطن العربي من مصر أم الدنيا، أصروا إلا أنهم يظهروا مواهبهم للعالم. صعوبة الحياة، صعوبة غلاء المعيشة والأهل و ولكن لأنهم اختاروا هذا الطريق فإنهم أصروا عليه. هذه هي الشجاعة التي نتعلمها من شباب الوطن العربي. اليوم سأبقيكم مع لقاء جميل مع صديقي ياسين وسارة رجب. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. إزيكم؟ الحمد لله. أحكي شوية مصري، إذا لهجتي مش صح مشوها، أوكي؟ ياسين، إزيك ياسين؟ الحمد لله. كم سنة عندك؟ كم عمرك؟ 12. ما شاء الله العمر كله. وسارة؟ أنا 13. طيب ياسين وسارة، أنتوا من أي مدينة في مصر؟ 13 من مصر. إيه؟ جيزة. من أي مدينة؟ جيزة. من الجيزة. من الجيزة، يعني عند الأهرامات. أوه. يعني لو جيت مصر حتدخلوني الأهرامات، حتورجوني الأهرامات وأبو الهول؟ إن شاء الله. بس تنور حضرتك. أكيد. الله يخليك. رحتي الأهرامات يا سارة؟ إيه؟ رحتي الأهرامات؟ زرتيها؟ لا لسه. لا لسه. إذن هتخديني ونروح أول مع بعض أول مرة. ما حضرتك تنور مصر، نروح مع بعض. الله يخليك. الله يخليك. ياسين، أنت بصف إيه دلوقتي؟ داخل أولى إعدادي. ما شاء الله. وسارة؟ أنا راح ثالثة إعدادي. ما شاء الله. سارة المدرسة زيها معاكي كويسة؟ الحمد لله. لا الحمد لله كويسة. كويسة كتير ولا يعني نص نص؟ لا لا كويسة كويسة. حلوة حلوة. وياسين؟ كويس. نص نص ولا تمام؟ تمام. يا اوكي ممتاز. طيب ياسين، انت بالمستقبل حتبقى ايه؟ عاوز تبقى ايه؟ دكتور، مهندس، مدرس، طيار، ميكانيكي، عاوز تبقى ايه؟ مذيع ودكتور وطيار. مذيع ودكتور وطيار، ثلاثة مع بعض، حاجة رهيبة. كويس. ليه عاوز تبقى مذيع؟ عشان اكتشف مواهب الاطفال، يعني انا وصاله موهبتنا ما يعني ما اكتشفتش بسهوله، فاللي هو انا لما اكبر واكون مذيع اكتشف انا مواهب الاطفال اللي هم يعني صعب ان هم يكتشفوها. طبعا يا ياسين، انت وضعت الملح على الجرح زي ما بيحكوا. هذا اهم هدف يا جماعه للقاء أطفال الوطن العربي بهذا البرنامج. كثير من الناس سألوني ليش بتسوي هذا البرنامج، غير مهتم بقضايا كندا والشباب في كندا. شبابنا في الوطن العربي عنده مواهب كبيرة، بده حدا يستفيد منها ويكتشفها. فياسين أحييك على هذه الصراحة. طيب هتبقى برضو طبيب، ليه عاوز تبقى طبيب؟ أعالج الأطفال والناس المحتاجين، لا يعني لو أي حد مش معاه فلوس وكده يعني أنا عاجبه. يعني هتبقى طبيب الغلابة؟ قول كده. قول كده. طيب وطيار؟ طيار ليه طيب؟ طيار يطير في السماء. عشان تطير. أيوة. طيب أسألك في بلاد العالم كمان. يا عيني. نعم. طيب ممتاز. أنت عاوزة تبقي إيه لما تكبر إن شاء الله؟
أنا عايزة أبقى دكتورة ومذيعة التنين برضه وكاتبة. وكاتبة، ثلاثة يعني انتوا ثلاثة ثلاثة. طيب ممتاز، نبدأ. دكتورة ليه؟ أنا نفسي أبقى دكتورة علشان يعني من وأنا صغيرة كان نفسي أطلع دكتورة، بس يعني زي يعني مثلا إيه، أما أبقى دكتورة يعني مثلا هفتح مستشفى، هفتح 2، واحدة مثلا اللي هم قادرين اللي هم يدفعوا، والتانية اللي هم مش قادرين، لا اللي هم مش معاهم، ولو هم مش معاهم يعني أنا هكشف لهم، وهيبقى في كمان صيدلية وهياخدوا العلاج برضك ببلاش. يا جماعة تعلموا من أحلام أبناء الوطن العربي، تعلموا يعني دول حكم درر اللي بيحكوها درر. طب سارة هتشغلي ياسين عندك في المستشفى دي ولا لا لما يصير دكتور؟ ايه هتشغلي ياسين عندك ولا لا؟ انا ما اعرفش هتطلع دكتور ايه، انا عايزه اطلع دكتورة اطفال. دكتورة أطفال. حلو حلو، ياسين هيطلع دكتور جراح، أنا شايفه كده يعني من تطلع دكتور جراح. ماشي ماشي أي ماشي. حاجة طيب مذيعة ليه؟ انا نفسي اطلع مذيعة واناقش قضايا مثلا اللي هي القضايا عن التنمر، وعن اللي هو وعن المجتمع مثلا اللي هو ايه، المجتمع السلبي كده. كيف نحسن المجتمع ونغير فيه، صح؟ ايوه يا عيني يا عيني يا عيني. وبقولوا لي يا جمال ليه بتعمل برامج زي دي؟ ده انا بتعلم يا جماعة، بتعلم من الشباب دول، بتعلم منهم والله كل يوم آلاف الحاجات. ربنا يحفظكم يا رب، ربنا يحفظكم. الله يخليك، شكرا. سارة كاتبة، كاتبة كاتبة، لماذا تريد أن تصبحي كاتبة؟ الكتابة هو من وأنا صغيرة لما أنا كنت بكتب، يعني كنت بحس إن أنا إيه، كل ما أكتب كل ما يجيلي أفكار في دماغي، وحاسة إن أنا عايزة إيه أعمل قصص تانية وكده يعني. طب خلينا نبدأ في الكتابة، أنت وياسين كتبتوا كتاب ونشرتوه، احكي لي دلوقتي عن الكتاب ده، ايه سميتوه ايه؟ نشرتوه فين؟ هو أول كتاب اسمه الكاتبان الصغيران، يا نشرناه في عيني. معرض الكتاب في دار فارس، اوكي. نشرناه في دار فارس في معرض الكتاب 2021، كنا أصغر المشاركين في 2021. ما شاء الله، والكتاب ده منشور دلوقتي موجود؟ هما كتابين مش كتاب، والكتاب كتابين. التاني، والكتاب التاني بقى لياسين، ده المحارب الصغير، وده ليا، كل واحد عمل خاص. اوه ده مجرد حلم لسارة، والمحارب والمحارب الصغير. الصغير لياسين، يا لياسين عيني ليا. يا عيني، ما شاء الله. إذا كل واحد كتب كتاب، ساعدتوا بعض في الكتابة ولا لا؟ لا كل واحد كتب براحته يعني بحريته. يعني مثلا اوكي انا كتاباتي تختلف عن كتابات ياسين. طيب احكي لي عن كتاباتك، ايش اللي بتكوني في الكتابات تبعتك يا سارة؟ انا كتاباتي اغلبيتها يعني اللي هو عن الخيال، اللي هو في الغابة، راح على رحلة، حصلت مغامرات كده. اوكي وياسين ايه بتكتب عن ايه؟ ياسين مخيفة ورعب. كتاباتي قصة صغيرة متنوعة ومضحكة، ومنها مرعب وقلب على ضحك في الآخر، وفيها برضه قصص مستدفة. وأنا برضك في كتاباتي يعني بنقد الواقع فيها. اوكي حلو، يعني انت بتحكي اكتر شيء عن الواقع. ياسين عن المستقبل، عن التفكير والرعب والحاجات دي. وعمل قصة كمان اللي هو ايه، بتقرأ ايه، تبقى خايف في الأول، يعني في آخر القصة بتقعد تضحك. معلش انتوا عندكم عدة قصص يعني بس ولا قصة واحدة اللي نشرتوها؟ لا احنا عندنا قصص مجموعة.
اوكي، انتوا عندكم مجموعة قصص بس نشرتوا واحدة فقط. لا احنا نشرناهم، يعني احنا نشرناهم كلهم، بس اوكي ما شاء الله. بس ودول موجودات في المكاتب ولا لا؟ اه يعني ممكن حد يشتريهم دلوقتي. اه اه في المكاتب وفي معرض الكتاب. ممتاز. طيب مين اللي دعمكم في الموهبة دي؟ مين اللي ساعدكم؟ بابا وماما. بس اه بعد كده بقى ايه، اما ابتدينا بقى في ال اما واللي ظهرنا كان بقى، أول واحد يساعدنا كان أستاذ مصطفى النجار، وبعدها بقى أستاذ محمد عرفة وأستاذ سيد طه كده، ويا اوكي، جدو حاتم حاتم وأستاذ أحمد العنين. سحان. يعني انا من هذا المنبر بوجه رسالة لوزارات الثقافة والآداب ووزارات التعليم. وكمان مدير المركز القومي هو ساعدنا كتير، يعني محمد نصر أستاذ محمد. ممتاز ممتاز، ده اللي عاوزينه، عاوزين ناس تساعد الشباب دول في إيصالهم. ما تحطوا عبء على آبائهم وأمهاتهم، يعني الأب والأم دائما بيحاولوا يساعدوا، ولكن الأعباء الاجتماعية والفلوس كمان مش سهلة إنه ينشر كتاب. فأتوقع إنه إذا قدرنا نساعد مثل هؤلاء الشباب إن شاء الله هنشوف أجيال جميلة. طيب كيف بدأت الكتابة؟ يعني هل كده انتوا بدأتوا تكتبوا، ولا انت كتبت قصة قصيرة وحد قال لك حلوة يا سارة؟ كيف بدأت الكتابة معك يا سارة؟ انا كنت صغيره، كنت بقى يعني ايه، كنت ما الاقي حاجه بتزعلني مثلا، كان معايا دفتر كبير، فكنت ايه، كنت بكتب قصص بس ما حدش كان يعرف. فما رحنا معرض الكتاب لاول مره، فكنت لسه اول مره اروحه، فكنت بقول يا ماما مين اللي بيعمل الكتب دي، هو الكمبيوتر هو اللي بيعملها؟ قالت لي لا، ده هما ناس بيكتبوها، وعلشان بيكتبوها بيبقى لازم يقرأوا ويتثقفوا كويس جدا. فقلت لها ماشي، ما انا عاملة حاجات زي كده. قالت لي خلاص ماشي وبوريني. فما روحنا وريتها لها، قالت لي شاطرة وكده يعني، وعرضتها على حد قال ده فيها موهبة وكده. فياسر قال اشمعنى انا، راح ابتدى يكتب زيي. حلو حلو. ياسين انت كيف بدأت؟ شو كتبت اول حاجة يعني؟ شيء كتبت ايه اول حاجة كتبتها؟ أول حاجة كتبتها، أول قصة كتبتها إيه؟ أول قصة متذكر ولا المحامي. لا؟ ها؟ أه المحامي. اسمها المحامي؟ أه قول جميل. اسمه. دي موجودة في لا الكتاب إصرار ولا الأزهر، لا؟ إصرار الأزهر. اوكي أيوة موجودة في الكتاب. طيب خلينا نكون كده واقعيين، هل واجهتكم صعوبات في الكتابة ولا كان الموضوع سلس أيوة وجميل؟ هو الأول إحنا كنا محتاجين صلوات لغوية. ايوه وبعد كده ماما بقى ايه، ابتدت بقى قالت لنا خلاص اصبروا شوية، وجابت لنا كتب وقعدنا نقرأها بقى وكده يعني، واستنينا بقى كام شهر. بعد كده ابتدينا نكتب، فلقينا بقى ايه، الأفكار بتاعتنا بقت تبقى مشوقة أكتر، كله ده بسبب القراءة. خدنا ورشة عمل لكتابة المسرحة من الكاتب مسرحة الكبير أحمد زاحم. يا عيني، دي مهمة جدا انك تبدأ تكتب على طريقة أدبية صحيحة. يعني الموهبة ممتاز لكن تطويرها مهم جدا، وهذا صحيح وجيد. طيب الآن الشعر، أنا بعرف إنه عندكم ميول شعرية أو إلقاء شعر، أي. احكوا لي عن الشعر. انا احنا الاثنين بنلقي شعر، لكن انا بس بألف شعر ومؤلفة قصيدة. ممكن تسمعينا؟ ماشي. خيال مريض، نفس الدنيا تبقى حلوة والناس تحب بعض، لكنه
تخيل مرة نفسي ما يكونش في حد جعان وما حدش تعبان، بس ده خيال مريض. نفسي ترجع ست وتريمي في حضنها، بس ده خيال مريض. اصلا نفسي عيلتي كلها تتجمع، بس ده خيال مريض. اصلا ما فيش في العيله الواحده ايد واحده، بس عادي ده خيال اللي مريض. بس بكره لما اكبر هكتب احلامي وان شاء الله هحققها. هكبر واتجوز واخلف ولاد كتير واربيهم واعلمهم ان البركه في العيله الواحده، والاكيد هيبقى حقيقه مش زي القصص والروايات، ومش هخليه خيال مريض. يا عيني يا عيني، انت بتكتبي عاده بالعاميه ولا بالفصحى؟ لا بكتب، انا بكتب عاميه. عاميه. وياسين انا سمعت انك بتلقي. لا انا ما كتبتش، بس بقى احنا الاثنين بنلقي، لكن انا بس اللي بقى سلم بتقلي. طيب سمعني حاجه، القي لي حاجه للشاعر انت بتحبه. بابا. بابا. اوكي، اكتشفنا السر. يلا يلا. يا مصر انا ابنك وبناديك، انا فخور بيك ونور لك اناديلك في الصبح وفي ليلك وكل زوارك اللي قاعدين على شط نيل بيغنوا في مواويل. اقسمتي اني احميكي من اي عدو داخل اراضيكي. يا مصر انا ابنك فارس مجوار، بات في حرارة الفرسان الأشرار، وطوبى راية الانتصار عياتي كيد الأشرار، وطوبى راية الانتصار عياتي كيد الأشرار. وفكروا يا أشرار إن انتصارنا زائف، ده كان انتصار وسط النهار، ولو ما كنتش مصدق اسأل مين اللي هزم التتار، أو اسأل بني صهيون اللي انهار في وضح النهار، جالهم الجند الأسد المجوار، وما كانش حد مصدق إن الأسطورة بتنهار في وضح النهار، العالم كله ما كانش مصدق هو ده الفارس المجوار، كان عدوه بيفر منه قبل ما يسمع صوته. مصر مش مكان للاستعمار، مصر مقبرة الغزاة، اوعى تفكر إن مصر للاستعمار، لو فكرت إن مصر للاستعمار ده أهلها هيخلوك تحت الأرض مثل الرمال. يا ناس رب العرش ذكر الجند المصري في القرآن، واللي قال عليهم حبيب الرحمن خير أجناد الأرض. يا مصر أولادك وأحفادك الأشاوس حالفين يحملوا الأنادي، وهينورولك في صبحك وفي ليلك والكل زائر على شط نيلك، وينور لكل زائر على شط نيلك بيغني ليك في مواويلي. يا مصر حبك ضي الأناديل، يا مصر أنا من غير حضنك ونيلك مقدرش أعيش. يا الله، يا تعيش مصر إن شاء الله، وأهل مصر أحرار وطيبين. طيب الآن ننتقل للقرآن الكريم. أنا بعرف أنكم حافظين جزء كبير من القرآن، كم جزء حافظ يا ياسين؟ 15. يعني نصف القرآن. وسارة؟ أيوة أنا زيه، إحنا الاثنين بادئين مع بعض في كل حاجة. حلو حلو ما شاء الله. وبنلعب كنتين. جزء كم لكم تحفظوا القرآن؟ إيه؟ كم من المدة حفظت القرآن هذا؟ سنة سنتين؟ إيه؟ لا إحنا من أول ما نطلعنا كنا بدلنا مع شيخ. بس الشيخ يعني كان بيهملنا، ما كانش بيحفظنا اللي هو حفظ. هو كان شكرا لأن هو علمنا إن إحنا ننطق القرآن، بس ما كانش بيحفظنا، لأن إحنا كملنا معاه 9 سنين وفي الآخر ولا حفظ وما حفظناش حاجة. احنا بدأنا مع شيء جديد، بس الحمد لله ابتدينا نحفظ معه وكده. ما شاء الله ما شاء الله. طيب انا عاوز اسمع حاجة منك يا ياسين، ممكن من القرآن الكريم؟
هو صوته حلو كمان يا عيني. يلا قول يلا ادهشني. يلا بسم الله عليك. هو صوت الكتب. يلا طاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يسبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. الله ما شاء الله تفضل الله منا. سارة عاوزين نسمع حاجة منك ممكن؟ أيوة سارة انت ثانية نسمع ايه بقى؟ اللي انت عاوزة مش حظ مش حض مش حض مش هضغط عليك. اوكي حضرتك عايز تسمع ايه؟ قرآن كريم اللي حافظاه من القرآن. ماشي اقول مثلا هقول سورة الرحمن. يلا بسم الله احنا بننور. عاوز بس انا صوتي مش حلو. صوتك حلو انا عاجبني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. يعني ربنا ينفع فيكم ويشكر ربنا. نشكر إحنا شيوخكم اللي درسوكم وحفظوكم وأهليكم اللي ساندوكم على هذا الشيء. وإن شاء الله رب العالمين نراكم حفظة القرآن كامل يا رب. يا رب. دي الميداليات بتاعت الكاراتيه؟ هو ايوه انا هبدا الان في الرياضه داخلين. ما شاء الله. دول لمين دول؟ ليه انا احنا الاثنين. انتوا الاثنين تلعبوا كاراتيه؟ دي بقى من استاد القاهره. من استاد القاهره ومن بطوله البراعم وبطوله الجمهوريه. متى بدأتوا تلعبوا كاراتيه؟ من 2018 ولا 17؟ 5 سنين. من 2017. ودلوقتي معك حزام ايه لونه ايه يا سارة؟ احنا بنتدرب على الحزام الاسود. بنتدرب على الامتحان بتاع الحزام الاسود. اوه يعني almost حزام اسود خلاص. ان شاء الله ان شاء الله. وشاركتوا في كم بطولة؟ مش عارف لسه عندهم كتير. كتير. وان شاء الله هتشاركوا على بطولات عالمية ولا لسه مش عارفين؟ ان شاء الله احنا دخلنا بطولات جمهورية. احنا دخلنا لا بس انا دخلت بطولة جمهورية تبع المدرسة ودخلت التصفيات بس طلعت بطولة الجمهورية. ربنا بقى ما قرتش. ان شاء الله رب العالمين نتمنى لكم كل الخير يا رب. بس دي شهادة. شكرا شكرا دي للشاعرة. واو مجلس إدارة البواسي العالم لإنتاج السينمائي بيمنح العضوية الشرفية. ما شاء الله. ودي بردك لياسين. لياسين أنا مش عارفة أظبط. أيوة كده مظبوط. يا عيني يا عيني. وانا من العشر الاوائل في الجمهوريه في مسابقه حرب السيد الرئيس السيد الانتصار السيسي في كتابه المسرح. ودي الشيء. ايوه المسرح.
ايوه ما شاء الله، ايوه مبدع وانا الصغير، التالتة وانا التالتة على الجمهورية في كتابة القصة. ما شاء الله. طيب و المسرح، انت تكتب مسرح ولا بس انا ممكن؟ احنا بنكتب مسرح، يا عيني، كتابة المسرح بتختلف عن القصة؟ بكتير قوي، احكي لي ليش؟ شو اللي بيفرق؟ لان فرق ان هو يعني لو في الاحداث يبقى من بداية الحدث كورس، تعمل كورس ولما حد يتكلم يعني الاسم او الام او الاب او الاخ او الاخ يعني مثلا ايه كده، الانسان والنكتتين اللي هيتكلم؟ هو فصل ان هو اللي هيبدأ كلام. اوكي، وعادي ان بس انت ممكن تحول قصة لمسرحية، بس اللي هو ايه تغير النطق والاحداث. حلو حلو. طيب انا بدي منكم الان، يعني في نهاية هذا اللقاء، انا مش عاوز اقول مع السلامة، بس للأسف الوقت بداهمنا، عاوز من ياسين رسالة لأبناء الوطن العربي. كيف بتشجع أبناء الوطن العربي انهم يستمروا؟ ما يقاسوش ويكملوا على حلمهم. هو انا يعني في واحد احبطني وانا وقفت بطلت اتابع لمدة سنتين، بس اللي هو ايه جه في دماغي التالت يأس، يعني ما وقفتش على دي. طب ما الحلم ليك انت، كمل وملكش دعوة بحد. فانا احب انصحكم ان انتم ولا ما تخلوش حد يحبطكم، ولو حد احبطكم كملوا، انتم ملكمش دعوة بحد، انتوا تقدروا تعملوها، وكمان انتوا تقدروا تعملوا اللي جواكم. يا عيني. وسارة عاوزة تحكي لنا ايه؟ احنا هو انا عايزة اقول مثلا، عايزة اقول لو حد مثلا انتقدكم بطريقة سلبية بس ما تزعلوش وكملوا. احنا في الاول يعني لما ابتدينا في الاول خالص احبطنا برضه. اللي احنا نقول ان احنا لما ابتدينا نعرض كتاباتنا وكده، كان في كذا حد انتقدونا بطريقة سلبية، السلبية جامد. يعني هو المفروض اللي انا اعرف ان هم النقاد اللي ينقدوا بطريقة سلبية وإيجابية، يقولوا سلبياتك وإيجابياتك، لكن يقول سلبياتك وبطريقة قاسية جدا، لا دي صعبة يعني. وعايزة اقول مثلا، عايزة اقول لو حد عنده موهبة وقابل ناقد سلبي، ما يزعلش ويكمل. صح. ما يعني ايه ويكمل على حلمه ويطور مهاراته، ما يا يزعلش. عيني يا عيني. ممتاز ممتاز ممتاز. أنا كثير مبسوط بهذا الكلام الإيجابي والرائع. بدي أحكي بس شغلة لكم سارة وياسين، أنا كثير مبسوط اليوم منكم، وتعلمت كثير، أنا تعلمت اليوم كثير، فشكرا لكم. وباسمكم بدي اشكر كل شخص، وشكرا لحضرتك، تسلم يا حبيبي، شكرا. كل شخص دعمكم وساندكم ووقف جنبكم ووقف مع الشباب اللي مثلكم، سواء الوالدين الله يحفظهم ليكم، المدرسة، جدو حاتم، المديرية، التعليم، اي حد وقف استاذ معكم. محمد ناصف، استاذ احمد سيحان، الكاتب سيد شليل، الكاتب اشرف الخضري. في في كتير كتير انتوا جنبنا. اكيد الكويسين كتير يا ياسين، ان شاء الله ربنا يزيد منهم في طريقكم يا رب. شكرا، ربنا يخليك. شكرا شكرا لكم اعزائي المشاهدين، كان هذا نهاية لقائنا مع المبدعين الكاتبين الصغيرين سارة وياسين رجب من الجيزة في مصر. نتمنى لهما كل التوفيق، ولكم أيضا، ونراكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم بنفس الوقت. تصبحون على خير.